مرحبا يا أطفالي الأعزاء، اليوم سندرس درسا جديد اسمه الخطوط المنحنية. الخطوط المنحنية. الآن سنبدأ بأول تمرين. وماذا يقول هذا التمرين؟ أخطط وأكمل التلوين. أخطط وأكمل التلوين. ماذا سأخطط يا أطفال؟ أكيد النقاط المتقطعة. سنبدأ في بادئ الأمر بإيصال النقاط ببعضها لنتحصل على الشكل، ثم نقوم بالتلوين. ولكن في بادئ الأمر، ما هذا الحيوان؟ ماذا؟ لم أسمعكم. أحسنتم، إنها بطة جميلة. إنها بطة زرقاء. هو أعطانا اللون هذايا وأحنا باش نكملوا التلوين بعد ما نكملوا التخطيط متاعنا. هذه تسمى خطوط منحنية. معناتها الخطوط ماهيش مستقيمة كما قاعدين نشوفوا توا. هذه خطوط منحنية. وين ندورها أنا؟ هذيك تسمى الخطوط المنحنية. عاودوا ديما معايا باش تتعرفوا أكثر عن الخطوط وتحفظوا اسم الخطوط الجديدة وهي الخطوط المنحنية. ما تنساوش اسمها الخطوط المنحنية. لقد أكملت بطتي. توا شنو بقالنا؟ كان باش لونها. صحيتو. احنا توا اطفالي الاعزاء كملنا تلوين البطة متاعنا بالازرق. توا باش نمروا للصور التالية واللي هي توجد باللون الازرق والاحمر والاصفر. ولكن ما هذه الاشكال؟ ما هذه يا ترى؟ نستعملها عند هطول المطر. نعم احسنتم، انها مطارية. إنها مطارية. أحسنتم. ونحن نستعملها للحماية من المطر. أحسنتم. أنا تو باش نتبع الخطوط المتقطعة هذه باش نتحصل على المطارية متاعي. باش نبدأ هذه بالأزرق على خاطر هي ملونة بالأزرق. نعمل هذه الخطوط المنحنية ونكمل من هنا. كملت هذه باش نتعداو للثانية واللي هي باللون الأحمر. نحاول اني انا ندورها باللون الأحمر باش نتحصل على المطرية الحمراء. نتبع الخطوط المنحنية. ديما عاودوا معايا باش تحفظوا اسم الخطوط. توا باش ناخذ اللون الاصفر باش نكمل المطريه نتاعي الثالثه. نتبع هذوما الخطوط المنحنيه. وما زالت لنا هذه. توا هكا اصدقائي احنا كملنا المطريات الثلاثه. شنو اللي بقى لنا؟ التلوين. هيا اذا لنلون المطريات الثلاث.